مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد ومع موضوع جديد من برنامجكم ثقافة قانونية. موضوعنا لنهار اليوم راح نتكلم فيه عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد. هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الأكثر تداولا في المجتمع، وهذا نظرا لاعتباره أداة وفاء، فهي تقوم بإصدار الشيك وأن يكون إصداره بسوء نية، أي أن مصدر الشيك على باله باللي الحساب فارغ، وإما أن تكون القيمة المدونة ناقصة. وبالنسبة لسوء النية، في الأصل أنه يجب إثبات سوء نية صاحب الشيك، لكن المحكمة العليا في العديد من القرارات ترى أن سوء النية مفترض بمجرد عدم وجود الرصيد في الحساب. والآن نروح نهضروا على الإجراءات التي يتخذها المتضرر. أول حاجة، قبل ما يلجأ المتضرر للعدالة يروح يقدم الشيك للبنك، بعدها يعطيه شهادة عدم الدفع، وطبعا يذكر في الشهادة سبب عدم الدفع. هنا البنك تمنح لمالك الشيك 10 أيام لتسوية الوضعية، وإذا لم تتم التسوية يزيدوا له 20 يوم. بعدها تمنح له شهادة ثانية تسمى شهادة عدم الدفع خلال الأجل الثاني. هنا المتضرر يجمع الشهادتين والشيك ويودعهما بملف دعوة، واللي راح تكون بتقديم شكوى أمام الضبطية القضائية أو السيد وكيل الجمهورية. هنا القانون قدر عقوبة هذه الجريمة بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تقدر بقيمة الشيك إذا كان الرصيد منعدم ومالك الشيك مدواله، أو تكون بقدر النقص في الرصيد إذا كان طبعا ناقصا. مشاهدينا، لحقنا لنهاية العدد، نشوفكم في عدد جديد مع موضوع جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.